في الارض ويقدر يحط جول، يقدر يحط جول، يقدر يحط جول وينهي الماتش، يقدر يحط جول. طويله لعبها جنب وهبل الدور الاول للنادي الاهلي وبيمشي ولعبها عاليه حط جول جول. يا سلام الدور الثالث للنادي الاهلي فوت بتلعب جامده بتحط جوه الجول. الجول الثاني للنادي الاهلي. اجوال جميله جدا، مش قادر يصدق من الفرحه وبيجري بره الملعب للجماهير. مش معقول اجوال حلوه بنشوفها النهارده. مساء الخير على حضراتكم، حلقه جديده من كلام في الميديا. حلقه النهارده خاصه جدا جدا جدا، ليه؟ لان خلاص احنا بنتكلم في ساعات قليله قبل انطلاق مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك، القمة رقم 118، مباراة غاية في الأهمية. كلام هيكون كتير جدا على هذه المباراة على مدار الحلقة، واحنا مستمرين معاكم في الحلقة الخاصة دي من دلوقتي لحد كمان ساعة، لحد الساعة 5 بالتحديد، وكلام هيكون كتير وتناول للأخبار الخاصة بمباراة اليوم من خلال الصحف والمواقع النهاردة. مباراة غاية في الأهمية، طبيعي أهلي زمالك، أهلي وزمالك مباراة لازم تبقى مهمة. حتى لو المباراه حسابيا مش هتؤثر في اي حاجه، يعني في المسابقه الاهلي خلاص بطل الدوري، الزمالك خلاص المركز الثاني، الاهلي حسم بطوله الدوري في مباراه المقاولون السابقه دي. طبعا لقطات حصريه لقناه الاهلي من مقر اقامه الفريق وقبل ساعات قليله جدا من انطلاق المباراه. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. لكن المهم ايا كان ايه الظروف الخاصه بالمباراه دي، تبقى مباريات الاهلي والزمالك مباريات قمه ومباريات بطوله خاصه للفرقتين. الاهلي خلاص حسم بطوله الدوري من خلال مباراه المقاولين زي ما قلت لحضراتكم، لكن في نفس الوقت في اصرار كبير جدا وتركيز كبير جدا جدا من لاعبي النادي الاهلي على اكمال الفرحه. فرحانين جدا طبعا بطوله الدوري، وتكاد تكون هي الاغلى للنادي الاهلي في تاريخه، بطوله الدوري بالتحديد، يعني اغلى بطوله في ال 40 او ال 41 بطوله اللي خدناهم يعني باخر بطوله السنه دي. فبالتالي في تركيز على ان احنا ان شاء الله نكمل فرحتنا، النادي الاهلي يكمل فرحته وجمهوره يكمل فرحته من خلال الفوز على نادي الزمالك النهارده. وطب طبيعي مباريات بالحجم ده بتبقى مباريات كبيره بسبب حجم الجمهورين، يعني جمهور كل فريق اكيد عدد كبير جدا جدا، يعني مش في مصر بس، لا في الوطن العربي كله. الاستعدادات ماشيه بشكل كويس جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، كان اخر مران امبارح في برج العرب مقر الاقامه. التدريبات كانت مهمه، المرة الأخير بالتحديد كان غايه في الاهميه عشان كان مستر لاسارتي بيحط بعض النقاط الاخيره الخاصه بالفريق ومتعلقه بالشكل التكتيكي والاستراتيجيه والسيناريو اللي ممكن يكون حطه مستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي. الاهلي منتشي بالفرحه؟ طبعا الاهلي منتشي بالفرحه. الاهلي معنويا اعلى؟ طبعا الاهلي معنويا اعلى، لكن فنيا وبدنيا في تساوي ما بين الفرقتين، نادي الزمالك نادي كبير ونادي محترم. النادي الاهلي معنويا جيد جدا بعد حسم البطوله بشكل رسمي، وده ممكن اللي يرجح كفه النادي الاهلي. لكن برضه تبقى مباريات الاهلي والزمالك من غير توقعات، تمنياتنا ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي يكون موفق، كل التوفيق كل التوفيق في مباراه النهارده، اللاعبين يكونوا في حالتهم، يكونوا فايقين، يكونوا موفقين ان شاء الله، ويقدروا يحرزوا الفوز على نادي الزمالك بنتيجه جيده. المهم ان انت تكسب طبعا، مش المهم النتيجه كام، المهم ان انت تكسب وتكمل فرحتك ان شاء الله ببطوله الدوري الاغلى للنادي الاهلي على مدار 41 بطوله فاز بيهم النادي الاهلي في تاريخه. ولسه البطولات مكمله مع النادي الاهلي، مسيره البطولات لسه موجوده في النادي الاهلي على مدار السنوات القادمه، تحديد السنه الجايه او الموسم الجديد اللي هيبتدي ده على طول ان شاء الله النادي الاهلي كمان يكون موفق فيه. هنكون معاكم لحظه بلحظه النهارده حتى ميعاد المباراه وفيما بعد المباراه ان شاء الله نكون فرحانين كمان من خلال عدد من الفقرات. بعد برنامج كلام في الميديا هيكون طبعا في استوديو تحليلي خاص بالكابتن اسلام الشاطر وملعب الاهلي وتحليل ما قبل وبعد هذه المباراه، وكمان هيبقى في زميلنا العزيز عمر ربيع ياسين من مقر النادي الاهلي في الجزيره بتحديد استاد مختار التتش، وهيكون معاه طبعا ضيوف كبار من نجوم النادي الاهلي السابقين. طيب خليني اتكلم في بعض الاحصائيات او احصائيه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك. الاهلي والزمالك لعبوا في الدوري 4 مرات في استاد الجيش ببرج العرب.
قدر النادي الاهلي ان هو يفوز في موسم 2014-2015 على نادي الزمالك بنتيجه 2-0 احرزهم مؤمن زكريا، وكان لسه منضم النادي الاهلي لو تفتكروا طبعا من نادي انبي بعد اعاره نادي الزمالك، وكان مباراه مهمه جدا جدا جدا. كمان الاهلي قدر انه يفوز على الزمالك في استاد برج العرب لو تفتكروا 2015-2016، وانا عارف ان انتوا فاكرين كويس جدا المباراه دي، هدفي مليك ايفونا وعمر جمال. كمان الاهلي قدر ان هو يفوز على الزمالك هناك في برج العرب ايضا في 2016-2017 بنتيجه 2-0 بهدفي ايمان، وتعادلنا مباراه واحده في الدوري، وكان في ماتشين تانيين، واحده في افريقيا تعادلنا 1-1، واحده في كاس مصر الزمالك كسب 3-1. خلينا سريعا نروح لمقر اقامه النادي الاهلي في برج العرب، وينضم لنا على الهواء مباشره كل من زمايلنا الاعزاء شريف شعبان وفاروق صلاح مراسلي قناه النادي الاهلي عشان نطمن منهم على اخر الاستعدادات واخر الكواليس الخاصه بمباراه القمه النهارده. شريف فاروق اتفضلوا سامعينكم. طيب هم سمعنا يا جماعه ولا مش سمعنا؟ طيب اوكي، ممكن يكون لسه في مشكله في الصوت، اول ما يكونوا جاهزين معانا هنرجع لهم مره ثانيه. مداخله هتكون مهمه على الهواء مباشره عشان نعرف اخر الاستعدادات واخر الامور واخر الكواليس وبرنامج النادي الاهلي النهارده كان ايه قبل ساعات قليله جدا من المباراه. المباراه طبعا الساعه 8 مساء، يعني كمان 4 ساعات ال 10 دقائق بالظبط تقريبا ان شاء الله تنطلق مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك. جمهور النادي الاهلي اكيد المباراه دي بالنسبه له مهمه، نفسه ان هو يفرح من خلال مباراه الزمالك بعد ما فرح ببطوله الدوري، فبالتالي الفوز هيكون مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. تختم بيه موسم صعب، تختم بيه موسم صعب من خلال الفوز على نادي الزمالك، تبتدي موسم كمان جديد، لان احنا عارفين المواسم تعتبر متلاحمه يعني هنا في مصر، فكمان 15-20 يوم كده هيكون الموسم الجديد وانطلاقه، وكمان عندك بطوله دوري ابطال افريقيا بدايتها من يوم 11 الشهر القادم 11/8، اول مباراه مع فريق الجنوب السوداني فريق اطلع بره، هو اسمه كده يعني، فهنقول تفاصيله طبعا في وقته، وكل ليه متسمى بفريق اطلع بره ده هيكون في وقته بعد ما السما نعدي مباراه القمه ان شاء الله، ونكون فرحانين بهذه المباراه. فمعنويا هتفرق قوي هذه المباراه مع النادي الاهلي في حاله الفوز باذن الله لما هو قادم من بطولات ومباريات مختلفه بشكل كبير جدا. في بس لغط كده كان خلال الساعات السابقه بخصوص درع الدوري، وان درع الدوري مش موجود في مقر النادي الاهلي في الجزيره، وكان في اقاويل بتقول النادي الاهلي خد درع الدوري وداه برج العرب عشان الفريق يحتفل بيه في استاد برج العرب. الكلام ده غير صحيح اطلاقا اطلاقا، النادي الاهلي ملتزم جدا جدا بتعليمات اتحاد الكره، للاسف احنا مش عارفين ايه السبب ان الاهلي ما يحتفلش ببطوله الدوري في ارض الملعب. في كل الاحوال هيكون في احتفاليه خاصه بالنادي الاهلي بعد عيد الاضحى المبارك ان شاء الله باذن الله، كل عام وحضراتكم بخير، في احدى الفنادق وتسليم النادي الاهلي درع الدوري. لكن الدرع مش موجود في النادي الاهلي ليه؟ راح لاتحاد الكره، اتحاد الكره بيدون على الدرع فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري هذا الموسم، وكلها امور طبيعيه يعني. لكن نامل فيما بعد ان شاء الله في السنوات القادمه ايا يعني كان مين اللي فاز ببطوله الدوري بعد كده ان شاء الله يكون الاهلي برضه يعني يحتفل لاعبي الفريق الفائز ببطوله الدوري في ارض الملعب. عندنا امور كثيره وكلام كثير جدا جدا متعلق بهذه المباراه. التشكيل المتوقع خليني اقوله لحضراتكم. طيب قبل ما نقول التشكيل المتوقع خلينا نروح لشريف شعبان وفاروق صلاح مراسلي قناة الأهلي في برج العرب على الهواء مباشرة. يا شريف يا فاروق قولوا لي ايه اخر الاخبار عندكم، اخر الكواليس وبرنامج فريق النادي الأهلي النهارده حتى موعد انطلاق المباراة، اتفضلوا. كل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. لا صوت يعلو فوق صوت القمة 118، حالة من التركيز، حالة من الثقة، حالة من التفاؤل تسود المعسكر الأهلاوي. زيارة الكابتن محمود الخطيب للفريق النادي الأهلي في مقر الإقامة، وزيارة الكابتن وائل جمعة والكابتن طارق العشري أضفت الكثير والكثير من الثقة ل
كل لاعبي وافراد الجهاز الفني في النادي الاهلي. النادي الاهلي يستعد بكل قوه. الهدف طبعا لكل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني استكمال لفرحه الدوري وتحقيق الفوز على نادي الزمالك في القمه 118. كالعاده الاهلي يجلس في المنطقه الدافئه وهي قمه الدوري، ونادي الزمالك بيحتل المركز الثاني. هرحب طبعا بزميلي شريف شعبان، وعايز اشكره واحييه على المجهود اللي بذل في اللقاء الاخير، لقاء التتويج امام المقاولون العرب اللي انتهى بفوز النادي الاهلي 3-2. شريف بحييك وبشكرك على الاداء والمستوى اللي قدمته في لقاء والتغطيه الجميله اللي تابعناها كلنا، ومن خلال برضو هذا الموقف عايزين نشكر كريم احمد على مجهوده على مدار الموسم. مرحب بيك، وبرحب طبعا بزميلي امير، وتحياتي ليه، تحياتي طبعا وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الحمد لله شغل عمل جماعي من اول طبعا رئيس القناه، يعني الحمد لله في تعاون كبير، كان توفيق ربنا موجود الحمد لله على التغطيه، وباذن الله النهارده يكون في تغطيه ولا اروع ولا اجمل على شاشه قناه النادي الاهلي، كل ما هو جديد كل ما هو حصري باذن الله على شاشه قناه النادي الاهلي. بالتوفيق ليك يا امير النهارده باذن الله، النهارده بالتوفيق كمان لعمر ربيع ياسين، بالتوفيق للنجم طبعا الكابتن اسلام الشاطر باذن الله. النهارده يكون مباراه للنادي الاهلي ولا اروع ولا اقوى باذن الله. الاهلي يفوز بالقمه رقم 118 عشان نسعد جميع الاهلاويه زي ما عودناهم على مدار الموسم. وطبعا انت عامل شغل كويس النهارده في او بقالك 3-4 ايام في المعسكر، تغطيه ولا اروع، بلاج النادي الاهلي في مارينا، لقاءات مع المدربين، لقاءات مع وزراء. بهنيك وباذن الله النهارده مشاهدي قناه الاهلي يستمتعوا النهارده بالتغطيه الخاصه اللي هتبقى على شاشه قناه النادي الاهلي، شاشه الانفراد دائما يعني. ان شاء الله استاذ شريف كلنا نقدم النهارده صوره تليق بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. بنقول لكل جماهير النادي الاهلي انتظروا كل الكواليس، كل الحصريات، كل اخبار القمه 118 ما بين الاهلي والزمالك فقط هتلاقوها على قناه النادي الاهلي. فاروق، كل تحيه ليك يا فاروق زميلي. بعد اذنك يا فاروق، عايز اعرف اخر الاخبار عندك واخر الكواليس. اتفضل يا كريم. واخر الاخبار واخر الكواليس عندك واستعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه وبرنامج الخاص بالفريق النهارده. طبعا انتم مشكورين بشكل كبير جدا على المجهود اللي انتم بتبذلوه في الحقيقه على مدار الموسم بشكل كامل، معاكم كمان المخرج محمد دكروري، واكيد عاملين شغل كويس. لكن الاهم دلوقتي جمهور النادي الاهلي عايز يسمع يعرف اخر اخبار الفريق ايه قبل ساعات من انطلاق القمه. اتفضل. النهارده يعني لو هنسترجع اخر المرحله الاخيره عقب لقاء المقاولون العرب، تم فرض حاله من التركيز اكثر على فريق النادي الاهلي من اجل الاستعداد للقمه 118. كابتن سيد عبد الحفيظ بالامس فرض نوع من السريه على تمرين النادي الاهلي، زي ما اتكلمنا على حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا حضور الكابتن وائل جمعه. نقدر نقول القمه قد يكون فيها بعض المفاجات النهارده. جميع لاعبي النادي الاهلي امير اجمعوا على ضروره اسعاد جماهير النادي الاهلي، والكثير منهم لديه الكثير من الخبرات، يعلم قيمه لقاءات الاهلي والزمالك بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. كل الجماهير النهارده مستعده، عندها ثقه كبيره جدا في اللاعبين. القمه على الورق تقدر تقول متكافئه، يعني نقدر نقول برضو ان احنا قمه متكافئه، ولكن يعني نقدر كفه النادي الاهلي قد تكون ارجح في بعض العوامل، الحاله المعنويه المرتفعه جدا عند لاعبي النادي الاهلي، اكتمال صفوف لاعبي النادي الاهلي، الاستقرار الفني والاداري، اعتقد يا شريف كلها امور ترجح كفه النادي الاهلي النهارده في هذا اللقاء. مظبوط طبعا زي ما قلت زميلي فاروق، وطبعا زي ما قال زميلنا امير، الاهلي بيستعد لهذه المباراه مواجهه قويه باذن الله. الاهلي اهلا لها باذن الله، الاهلي مستعد، الاهلي اهدى النهارده في مباراه القمه. يمكن النهارده الاهلي فطر الساعه 10 الصبح، يتغدى الساعة 1:30 الظهر، والساعة 5 هيكون في يعني وجبة خفيفة، في كيك وعسل وشاي، وبعد كده محاضرة فنية، إعلان التشكيل على ملعب برج العرب 6:15. مظبوط؟ بالظبط بالفعل يا زميلي أمير. الفريق هتوجه إن شاء الله لملعب برج العرب في تمام الساعة 6:45. إن شاء الله نتمنى مباراة تكون تسعد كل الجماهير الأهلاوية، وزي ما قلت في بداية حديثي معاك، الأهلي على يعني كالعادة على القمة أو في المنطقة الدافئة وهي منطقة القمة المحببة لكل الأهلاوية ولكل جماهير النادي الأهلي. نادي الزمالك الوصيف صاحب المركز الثاني يهمه إحراز فوز على النادي الأهلي، ولكن بمشيئة الله إن شاء الله كل التوفيق ولجهازهم الفني وإسعاد كل الجماهير النادي الأهلي. أمير إحنا معاك، لو عايز أي استفسار أي معلومة إحنا معاك. فظيع فاروق صلاح، بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. طبعا بشكر زميلنا العزيز شريف شعبان مراسلي قناة النادي الأهلي، وتغطية مميزة لمباراة
الاهلي والزمالك النهارده قبل ساعات قليله قوي من انطلاق هذه المباراه. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يحقق فوز النهارده ويسعد كل جماهير القلعه الحمراء اللي مستنيين ان شاء الله باذن الله اكتمال الفرحه من خلال الفوز على نادي الزمالك في مباراه اليوم. سريعا قبل ما اطلع فاصل عشان استقبل ضيفي العزيز خلينا اقول لحضراتكم التشكيل المتوقع للنادي الاهلي. حراسه المرمى هيكون محمد الشناوي، في خط الدفاع محمد هاني، ايمن اشرف، رامي ربيع، علي معلول، في نص الملعب كل من حمدي فتحي، عمرو سوليه، امامهم وليد سليمان او صالح جمعه، لكن الاقرب حتى الان وليد سليمان. في خط الهجوم هيكون حسين الشحات، رمضان صبحي، والمهاجم هيكون وليد ازارو. ده بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي. بالنسبه لتشكيل نادي الزمالك الاقرب والمتوقع حتى الان، في حراسه المرمى عماد السيد، في خط الدفاع حمدي النجاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعه، خط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، الخط الامامي كل من محمد ابراهيم واحمد سيد زيزو، ابراهيم حسن او ايمن حفني، وفي خط الهجوم عمر السعيد. في كل الاحوال نتمنى ان احنا نشوف مباراه فنيا تكون قويه جدا، والاهم بالنسبه لنا النتيجه في الاخر تكون في صالح النادي الاهلي. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل مناقشه مفصله لكل الاخبار على الصحف والمواقع فيما يتعلق بمباراه الاهلي والزمالك النهارده، مباراه القمه، مع ضيفي العزيز الاستاذ رامي عبد الحميد رئيس القسم الرياضي باليوم السابع. استنونا بعد الفاصل. يا رب يكون يوم حلو على كل الأهلوية النهاردة إن شاء الله بإذن الله من خلال فوز الأهلي على الزمالك بإذن الله خلال مباراة اليوم. خلوني أرحب بضيفي العزيز أستاذ رامي عبد الحميد رئيس القسم الرياضي باليوم السابع. أستاذ رامي منورنا ومشرفنا. أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين الأهلي. الحمد لله كله تمام. ماتش صعب النهاردة. طبعا مباراة مهمة طبعا في كلاسيكو الكرة المصرية، طبعا جماهير كرة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بتستنى مباراة الأهلي والزمالك. اسمح لي الاول في البدايه ان انا اهني منتخب كره اليد. ما انا لسه كنت هقول الخبر، منتخب الشباب كره اليد فاز بالمركز الثالث في بطوله كاس العالم للشباب بعد ما فاز النهارده على المنتخب البرتغالي بنتيجه 37-28، وده انجاز كبير جدا. وكنا امبارح على فكره قربنا ان احنا نصعد كمان للنهائي، لكن برضو حلو قوي الحمد لله خدنا المركز الثالث في بطوله كاس العالم للشباب لكره اليد، فانجاز كبير. كل التحيه ليهم طبعا. كل التحيه ليهم، وان شاء الله باذن الله كلنا هنستقبلهم في المطار. بعيدا عن المنتخب كره اليد، بنهني النادي الاهلي، جماهيره، مجلس ادارته، كل المحبين النادي الاهلي. بطوله طبعا صعبه جدا على النادي الاهلي السنه دي طبعاً. بطوله مهمه جدا في تاريخه، اعتقد ان يمكن دي حسب وصفها كل العاملين في منظومه النادي الاهلي ان هي البطوله الاغلى بالنسبه للنادي الاهلي. مبروك للنادي، مبروك للجماهير، مبروك للجهاز الفني. الحقيقه تحمل منا انتقادات كتير جدا الجهاز الفني، لكن اعتقد ان جه النهارده الوقت ان احنا نهنيه طبعا، ونقول له يعني طبعا مبروك. مباراة النهارده مباراة اعتقد بالنسبة له برضه تحدي جديد كجهاز فني وكلاعبين. النهارده مباراة مش مباراة بطولة ولا مباراة كاس ولا مباراة فيها ميدالية اخر المباراة، يعني هي مباراة لكرة القدم، مباراة للمتعة، مباراة للجماهير، مباراة اثبات الذات عند الفرقتين. طبعا الدوافع واحده، يعني دوافع نادي الزمالك طبعا قويه، دوافع النادي الاهلي ايضا قويه، فبالتالي النهارده الفرقتين مش هيلتزموا بكلام المديرين الفنيين والاجهزه الفنيه والتكتيك واسلوب اللعب، لكن اعتقد ان النهارده هي مباراه المفترض ان هي تكون مباراه للاداء الجمالي، مباراه للاستمتاع، مباراه ان احنا ننهي فعلا موسم صعب جدا وشاق جدا على الكره المصريه. مباراة الأهلي والزمالك يتمنى النهارده تخرج بالشكل اللي احنا كلنا نأمل بيه طبعًا يعني طبعًا. ونتمنى ان هي تخرج بالشكل اللائق بين اللاعبين. مهمة جدا في ده مهم جدا يعني. كنت اتمنى، ويمكن كنت اتكلمت في بعض القنوات قبل بعد النادي الأهلي توج باللقب، كنت اتمنى النهارده ان يكون في ممر شرفي بالنسبه من نادي الزمالك للنادي الاهلي. دي هتعكس روح البعض جانيه جدا. البعض ياخد الجزئيه دي على ان الاهلي عشان كسب البطوله فالجماهير نفسها ان يكون في ممر شرفي للاعيبه النادي الاهلي وكلام من ده، الناس بتاخدها بشكل عصبي شويه. امتى نقدر نتطور ونواكب كل اللي بيحصل في العالم دلوقتي؟ لما حد بيفوز ببطوله بتعمل له ممر شرفي وبتسلم الدرع في الملعب، امتى يكون عندنا الثقافه دي؟ انا كان نفسي نبدا النهارده، يعني كان نفسي يبقى عندنا حضرتك تقول امتى دي نبدا النهارده ونبدا من المنافس ونبدا من الفريق اللي هو ما حلفوش الحظ يقول نفسه هارد لك ويشتغل. برشلونه وريال مدريد ويشتغل. اللي هم اقوى فرقتين في العالم ومنافسه شرسه جدا ما بينهم، بيعملوا كده طبعا، يعني بيعملوا ممرات شرفيه. اعتقد ان دي كمان يا استاذ امير هي كانت هتبقى
نقطه ايجابيه لخارج الملعب. يعني هتبقى يعني جزء كويس. احنا المشهد العظيم اللي احنا شفناه في كاس الامم الافريقيه، التشجيع والدخول الجماهير والالتزام الجماهيري والتزام تذكرتي والنظام اللي اتعمل في التذكرتي، اعتقد كل ده كان شيء ايجابي. لما يحصل نوع من المنافس لما يقدم ورود ويقدم التهنئه للمنافس بتاعه، اعتقد دي هتبقى ليها ايجابيه كبيره جدا يعني. اكيد. طيب عايز اقول لحضراتكم سؤال النهارده من خلال صفحات قناه الاهلي المختلفه، هنستنى تواصل حضراتكم معانا وتوقعاتك لنتيجه مباراه الاهلي والزمالك. تواصل معانا من خلال صفحات القناه على فيسبوك تويتر وانستجرام، ومع نهايه الحلقه هنقرا ردود افعالكم، وان شاء الله اكيد نتمنى الفوز يكون للنادي الاهلي. عايز اسالك سؤال بسرعه قبل ما نتناول العناوين الخاصه بالصحف والمواقع، مدى تاثير الاعلام على مباريات القمة على مدار التاريخ من وجهة نظرك؟ لا طبعا الإعلام ليه تأثير كبير جدا على مدار القمة في تاريخها. كل أساتذتنا الكبار طبعا اللي سواء المتواجدين على قيد الحياة واللي من رحم ربنا يعني، أعتقد أن الإعلام ليه جزء كبير جدا من التأثير على القارئ، على المشجع، على الجمهور. عناوينه، في بعض الناس بتعمل نوع من العناوين الساخره، ناس بتعمل من العناوين التشجيعيه، ناس بتعمل من العناوين، في برضو عناوين نوع من يعني التعصبيه يعني، في بعض في بعض الناس بتعمل عناوين تعصبيه، يمكن دي مرفوضه في الحقيقة. دي مرفوضه طبعاً. طبعا يعني، لكن اعتقد ان التناول الاعلامي كمان بقى يعني مختلف شويه عن زمان. تناول الاعلامي دلوقتي بقى بعض الناس، بعض الاستاذ عبد المجيد نعمان، طبعا استاذ عبد المجيد نعمان، استاذ حمدي النحاس، استاذ نجيب المستكاوي، استاذ خالد يعني، استاذ ناصر السليم، كل الاساتذه الكبار يعني طبعا اللي هم علمونا كلنا، احنا طبعا ما حضرناهمش لكن اتعلمنا منهم يعني. اكيد. اعتقد ان دول اثروا كتير جدا في الجمهور المصري، واثروا كتير جدا في اللعيبه، خصوصا كمان كل لعيب كان بيستنى بعد المباراه يشوف الاستاذ نجيب الاستاذ نجيب كاتب ايه في المقال بتاعه وبيديله درجه وحاجات بالزبط. اعتقد دي كلها تاثير. لكن التناول الاعلامي دلوقتي بقى مختلف شويه، الى حد ما بدات الناس بتتاثر بالفيسبوك وتويتر والانستجرام، وبتاخد العناوين من خلال الحاجات دي. فمحتاجين لحد ما نرجع لهويتنا تاني اللي هي الخاصه بالتناول الصحفي او العناوين الصحفيه. في بعض المواقع الالكترونيه اللي هي بتحاول اللي هي متخصصه او اللي هي خاصه بالفئات معينه او بانديه معينه، بتاخد الجمهور ناحيه عناوين معينه تعصبيه، دي مرفوضه طبعا جدا جدا. طيب خلينا نشوف بقى بمناسبه العناوين والاخبار والمانشيتات الخاصه بمباراه القمه، خلينا نروح نشوف ابرز العناوين في الصحف عن مباراه النهارده. نبتدي بالاهرام. الأهرام قالت إن القمة 118 تبحث عن بطل جديد الليلة، الأهلي يواجه الزمالك في مباراة التحدي والبحث عن الثقة، الأحمر يسعى للاحتفال بدرع الدوري على طريقته، والأبيض يبحث عن تهدئة ثورة الجماهير. تعليقك إيه على المانشيت ده، وهل هي فعلا مباراة بطولة النهاردة؟ هو طبعا مباراة زي ما قلنا في البداية ان هي مباراة تحدي بالنسبة للنادي الزمالك، وبحث عن الثقة زي ما طبعا عنوان زمايلنا في الأهرام اتكلموا عنها، بحث عن الثقة بالنسبة للنادي الأهلي. النادي الأهلي طبعا بيبحث عن ثقته في نفسه وثقته في قدام جمهوره، ويأكد على ان اللقب ده مش جاي من فراغ ومش جاي بالصدفة. فأعتقد ان هي مباراة فعلا تحدي وبحث الثقة. عنوان مهم جدا في الأهرام بيقول ان الاحتفال النهارده الدوري على طريقته، بس انا مش عارف ازاي على طريقته، خصوصا مفيش درع دوري يعني. انا مش عايز مش عارف ازاي هحتفل من غير الدرع نفسه، او الدرع ما يكونش موجود. ودي يمكن برضو من علامات الاستفهام اللي برضو كنا محتاجين ان احنا نتكلم فيها، ولكن مش عايزين يعني احنا النهارده في احتفاليه سواء على مستوى الكره المصريه الاهلي او الزمالك ايا كان مين اللي يكسب يعني، لكن
كان لازم النهارده الدرع يبقى موجود في على فكره في الكلام مش منطبق بس على السنه دي عشان يعني الاهلي كسب الدوري اللي احنا عايزينه بشكل عام عموماً. الاجواء الاحتفاليه تبقى موجوده في الملاعب المصريه زي ما بنشوف في اوروبا بالظبط كده. اصل كمان ده بيحصل في كل ملاعب العالم طبعاً سواء في الدول العربيه سواء في الدول الافريقيه سواء في الدول الاوروبيه سواء في امريكا الجنوبيه يعني كل دول العالم بيحصل ان الفريق الفائز او الفريق البطل بيتسلم الدرع بتاعه في نهايه الموسم ده طبيعي جدا يعني بالظبط. فنتمنى نشوف ان احتفال الدرع النهارده هيحتفل بيه زي الاهلي يعني. طيب نروح للاخبار. الاخبار انا المانشيت طبعا عاجبني جدا الليله قمه الخوف، الاهلي يخشى حرق الدوري والزمالك خايف من الخروج من موسم بلا حمص. هي قمه الخوف فعلا ليه بقى؟ في خوف طبعا عند لعيبه الزمالك وفي خوف عند لعيبه الاهلي، كل واحد من اللاعبين او من المجموعتين حاسس ان الخساره في المباراه النهارده هتسبب له احراج كبير جدا، هتسبب له مشكله كبيره جدا. هتكلم عن مستوى نادي الزمالك، نادي الزمالك اعتقد النهارده خسر مباراه هيبقى عنده دروب كبير جدا، هيحتاج ان هو يقوم تاني من الكبوه اللي هو فيها، ضياع الدوري، ضياع بطوله خاصه بطوله مباراه النادي الاهلي. اعتقد دي هتبقى مباراه بالنسبه للنادي الاهلي، اعتقد الخوف برضو من خساره في وهو بطل الى حد ما طبعا هيحزن جماهيره، هيغضب جماهيره، هيبقى في نوع من الغضب عند الاداره عند الجهاز الفني. الجهاز الفني طبعا محتاج ان هو يكسب الزمالك. مستر لاسارتي يمكن هنيجي بعد شويه ان هو عنده رغبه مهمه جدا في ان هو يكسب نادي الزمالك، لان هو طبعا المباراه اللي فاتت كان في تعادل، فمحتاج ان هو ياخد ثقه ان هو بطل الدوري من المديرين الفنيين المتميزين اللي جم النادي الاهلي طبعا. محتاج ان هو ياخد ثقه ان هو يكسب نادي الزمالك يعني. اكيد. طيب خلينا نروح للجمهوريه، بتقول ان الاهلي طمعان والزمالك عشمان، ده في القمة طبعا 118. ممكن يكون الأهلي طبعا في إيه من وجهة نظرك بخلاف وجهة نظر جريدة الجمهورية يعني؟ هو طبعا 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 في الفوز يعني، هو اكيد طبعا في الفوز وطبعا في ان هو يسعد جماهيره النهارده، ويبقى في احتفالات في كل انحاء الخاصه بالنادي الاهلي سواء داخل مصر او خارج مصر، هو ده الطمع بتاع النادي الاهلي. نادي الزمالك في المقابل عشان ان هو بيبوظ فرحه الاهلي. اه بالظبط كده. الى حد ما نادي الزمالك هيبقى عنده فرصه ان هو يعني ياخد نقطه تعادل يعني، او يعني يحسب تعادل، ده العشم بتاع نادي الزمالك ده بالنسبه له. لكن الدوافع عند الفرقتين اعتقد ان هي النهارده واحده، مش هيبقى في عشم عند حد يعني. فوز الزمالك لا قدر الله النهارده على النادي الاهلي، ده ممكن يعوض جمهور نادي الزمالك شويه عن فقدان بطوله الدوري؟ وارد طبعا، هو هيبقى عندهم نادي الزمالك هيبقى او جمهوره عنده فرحه داخليه ان هو كسب النادي الاهلي، كسب البطوله الخاصه ما بين الفرقتين، على الاقل هتهدي من الغضب اللي موجود عند جميع نادي الزمالك في ضياع الدوري يعني. طب خلينا نروح للوطن، الوطن بتقول ان القمه 118، انا البطل، الاهلي المتوج يتحدى الزمالك الا وصيف، عنوان مميز، انا البطل، انا داخل المباراه وانا بطل بطوله الدوري، رايك ايه في عنوان الوطن؟ لا هو انا بشوفه هنا العنوان بيقول ان اللي هيكسب هو البطل يعني، هو بيقول في العنوان مش بيتكلم عن النادي الاهلي مش بيتكلم عن النادي الاهلي طبعا، هو بيتكلم على القمه 118 نفسها، ان اللي هيكسبها يبقى هو البطل، هو بطل 2019. طب ممكن يكون قصده ان الاهلي انا البطل سواء كسبت او خسرت هذه المباراه انا بطل الدوري. هو مش محدد هنا يعني، لو نرجع للعنوان تاني هو مش محدد للاهلي، هو محدد الاهلي متوج يتحدى الزمالك الوصيف، يعني بيتكلم على القمه 118. هو مش متحدد للنادي الاهلي، هو النادي الاهلي طبعا هو بطل الدوري ده ما فيش كلام. لكن انا بتكلم على القمه 118، هي الكلمتين المختصرين بالنسبه لعنوان جريده الوطن. انا البطل، ان البطل بس ممكن كلمه المتوج دي يكون ليها يعني او قاصدين بيها ان الاهلي هو البطل برضو في النهايه. هو ده هي تفسير يعني، هي هو ده العنوان تفسيري بالنسبه للعنوان اللي فوق بالظبط كده، انه متوج ان هو يتحدى الزمالك الوصيف، يعني اللي هيكسب النهارده القمه 118 هو بيشوفها، طبعا الزملاء في جريده الوطن بيشوفها ان اللي هيكسب النهارده هو البطل يعني. ده عنوان جريده الوطن يعني. طب نروح للمسا. طبعا بتقول المسا، اتفضل. الاهلي نوع على الانتصار والزمالك يتحدى الانكسار، الحسبه واحده للقطبين
الفرحة لجمهور الناديين. أعتقد أن يمكن وأنا ببص على العناوين النهاردة كلها من أفضل العناوين الصحفية النهاردة في الصحف، مع احترامنا طبعا لكل الزملاء في الـ في الـ في الجرايد أكيد أكيد القومية والخاصة يعني. الأهلي نوى على الانتصار والزمالك يتحدى الانكسار، ده طبعا عنوان مميز جدا، عنوان فيه نوع من السجع الصحفي زي ما بيقولوا يعني في الـ في الـ في الصحافة. ويمكن هم المسة مميزة مميزة طبعا 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 مفيش كلام يعني. والموضوع الحزبة الواحدة للقطبين، اعتقد زي ما احنا قلنا ان الاثنين ما عندهمش اي حزبة مختلفة. الفرحة بقى هتبقى لجمهور الناديين لو يعني ايا كان مين اللي يكسب يعني. طيب الشروق بتقول ان الليلة الاهلي والزمالك في قمة معنوية، لاسارتي يدرس اجراء تعديلات على التشكيلة الاساسية وجلال عينه على الفوز الثاني امام الاهلي. خلينا نبتدي من الاول، الأهلي والزمالك في قمة معنوية، هل هي قمة معنوية فعلا؟ هي قد تكون قمة معنوية بالنسبة للزمالك، يعني معنوياته مرتفعة هو اللي ممكن تكون كفته أرجح؟ هو تفسير العنوان هنا اعتقد ان هو يعني يميل ناحيه نادي الزمالك، يعني قمه معنويه هنا اعتقد انها هتبقى بالنسبه لنادي الزمالك مش لنادي يعني الاهلي. مش لنادي الاهلي يعني ده العنوان. لكن العنوان الفرعي باللاسارتي يدرس اجراء تعديلات، ممكن يكون في تعديلات في التشكيل النهارده بالنسبه لنادي الاهلي؟ ما اعتقدش يعني، حسب المعلومات اللي وارده من معسكر النادي الاهلي اعتقد ان الجهاز الفني هيبدا بنفس التشكيل اللعبي، واعتقد ان ده من التشكيل المميز يعني. تشكيل مميز جدا لعب بيه مباراه نادي المقاولين وحقق الهدف اللي هو كان يعني كان عايزه الجهاز الفني، وقدر ان هو ينفذ العديد من الجمل، ويمكن دي كانت جديده برضو على النادي الاهلي، ده يمكن الاستفاده من المعسكر بتاع اسبانيا طبعا. وده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه ان النادي الاهلي او مستر لاسارتي بالتحديد كان جاي في نص الموسم، ممكن وارد يكون ليه انتقادات بشكل طبيعي جدا عادي، بس في نفس الوقت لازم نقول ان كان في ظروف صعبه، الموسم كان صعب وجه في نص الموسم ما لحقش، دخل في مباريات كبيره على طول، بيراميدز سموحه، ماتشات ورا بعض في افريقيا كمان، في كل الكلام من ده، فالراجل ما كانش خد فرصته لايصال فكره للاعيبه النادي الاهلي، الفرصه دي كانت سانحه في معسكر اسبانيا. بالظبط طبعا، وده زائد كمان ان كل اللاعبين كانوا موجودين معاه طبعا باستثناء بعض الدوريين اللي انضموا بعد كده يعني. لكن اعتقد ان الراجل حط ايده خلاص على كل النقاط القوه والضعف جوه الفرقه، والمباريات الوديه اللي اتلعبت، والمعسكر المتميز جدا اللي طبعا نجح فيه النادي الاهلي. اعتقد ان ده هيفيد كتير جدا مستر لاسارتي والجهاز الفني المعاون خلال الفتره اللي جايه، خلاص ما بقاش في عنده اعذار ثانيه، ما بقاش في عنده اي مبررات، احنا دلوقتي دخلنا على موسم كامل مستر لاسارتي عارف كل لعيبه النادي الاهلي، حتى كمان الجدد كمان لسه اللي هم لسه منضمين اعتقد ان هو عارفهم برده الى بعض الشيء. ان شاء الله باذن الله يعني نتمنى التوفيق للنادي الاهلي يعني. وفي نفس الوقت نفس العنوان في الشروق ان خالد جلال مدير فني نادي الزمالك عينه على الفوز الثاني امام الاهلي، وكان فاز على النادي الاهلي الموسم اللي فات في الدور الثاني بنتيجه 2-1، وكان اول فوز للزمالك على الاهلي في بطوله الدوري من 11 سنه تقريبا يعني. طبعا طبعا. طيب خلينا نروح للاخبار المسائي، القمه تنادي بطلها، الاهلي يبحث عن الضربه القاضيه والزمالك يريد افساد الفرحه. هو طبعا عنوان الحقيقه برضو مميز. القمه يعني القمه دي اعتقد ان هي اكيد هتنادي على البطل بتاعها اللي يكسب. الضربه القاضيه دي يمكن هي اشبه بمباريات الملاكمه، اللي يضرب هو اللي هيكسب يعني. بس انا ما كنتش انا مش عايز يعني عموما يعني كجمهور، وهتكلم بلسان الجمهور، ان احنا نفسنا النهارده نشوف كوره، مش عايزين نشوف خطط، ومش عايزين نشوف تكتيك، ومش عايزين نشوف احنا عايزين نشوف كره قدم ما بين اكبر فرقتين في مصر وفي الشرق الاوسط. لاعبين على مستوى عالي جدا النهارده يعني، يمكن بعض الزملاء في المواقع الرياضيه عملوا حسبه ان 950 مليون جنيه موجودين في الفرقتين يعني. يعني احنا بنقترب من مليار جنيه القيمه السوقيه بالنسبه للاعبين يعني، سواء في الاهلي وفي الزمالك. اعتقد ان دي محتاجة مننا ان احنا النهاردة نشوف مباراة قوية مش مباراة ملاكمة يعني. نروح للدستور، الدستور قمة أطول دوري في مصري في برج العرب اليوم، الأحمر يلعب بنفس التشكيل
والابيض يعاني من غيابات وحكم مجري. طبعا هو ده يعني اطول دوري فعلا طبعا. في, 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 في اخيرا يخلص النهارده بقى. طبعا في تاريخ الكره المصريه. لكن هو موسم استثنائي وكلنا متفقين على ان هو موسم استثنائي. نتمنى ان شاء الله باذن الله وبنعلنها بدايه وصراحه وهو من البدايه لكل الساده المسؤولين في اتحاد الكوره. نتمنى ان الموسم القادم نشوفه موسم مثل كل الدوريات اللي بتبقى موجوده على المستوى العربي، حتى على الاقل يعني نقلد المستوى العربي، مش عايزين نقلد المستوى الاوروبي، لكن المستوى العربي نحاول نوصل له يعني. طيب خلينا نروح لمداخله هاتفيه مهمه جدا مع الناقد الرياضي الكبير استاذ لطفي السقعاني. يا استاذ لطفي مساء الخير عليك. مساء الخير عليك. اخبار حضرتك ايه؟ وتحيات لضيفك الكريم الاستاذ رامي عبد الحميد. اهلا وسهلا بك معانا. وعايزين نسال حضرتك على مباراه الاهلي والزمالك، مباراه القمه النهارده، وكيف ترى هذه المباراه؟ والله هي مباراه خاصه بين قطبي الكره في اقوى ديربي في المنطقه العربيه بالكامل. مباراه بينتظرها جماهير الفريقين بغض النظر عن حتم الاهلي للقب المفضل بطوله الدوري. الجمهور الاهلي بيعول على استكمال الفرحه بالفوز على الزمالك، جمهور الزمالك عايز يعوض خسارته للدوري ويحقق نتيجه مرضيه لجماهيره بالفوز على الاهلي. مباراه ما لهاش اي مقاييس او معايير، لكن في النهايه هتكون مباراه عصبيه متوتره بين الفريقين. عصبيه ومتوتره؟ طبعا. ليه بقى؟ طبعا الكل عايز يثبت ذاته، عايز يعوض الزمالك، عايز يعوض البطوله ويرضي جماهيره. الاهلي عايز ياكد حقه باللقب ويسعد جماهيره. فهتبقوا اللعيبه نازله متوتره. يتوقف على ذلك شخصيه الحكم اللي هتقدر تسيطر على المباراه. حتى لو تعرف منه يبقى شكلها خارج بشكل مش لائق. ديربي مهم جدا في المنطقه العربيه، اهم ديربي في المنطقه العربيه عموما. بحجم جماهيري غير عادي بيتفرج على هذه المباراه من المحيط الى الخليج نظرا لشعبيه الفريقين. فامر طبيعي جدا ان المباراه هتبقى متوتره. اتمنى انها تخرج بشكل كويس عشان نقول ان احنا في اسلوب حضاري وراقي بعد كاس الامم الافريقيه، ونقدر نقنع الناس ان احنا عندنا حتى فرقتين بيقدروا يقدموا حاجه كويسه بغض النظر عن مين يكسب مين يخسر. لكن في النهايه نتمنى انها تبقى مباراه طليق بديربي الكره المصريه بشكل كويس جدا. طيب استاذ لطفي، هل كفه فريق عن اخر ارجح، ولا الامور بتبقى متساويه في مباراه القمه، وخصوصا بعد ما النادي الاهلي حسم بطوله الدوري بشكل رسمي من خلال مباراه المقاولين، فبالتالي هو معنويا اعلى، هل ده ممكن يرجح كفه النادي الاهلي النهارده؟ دايما في حكمه بتقول لا تدخل معركه مع شخص لا يملك ما يخسره. الزمالك اليوم لا يملك ما يخسره، خلاص خسر الدوري ما عندوش ازمه في حاجه، لكنه بيبحث عن تعويض معنوي. النادي الاهلي هو اللي نازل النهارده عنده حافز اعلى ان هو ايه، عايز اكد احقيتي باللقب، عايز اقول لجمهوري يفرح بفوزي كمان على غريمي اللدود. كل ده مدي دوافع للفريقين. خلاص البطوله خلصت، الفريقين بيلعبوا بنفس الدوافع. ان دي مباراه خاصه يعني لارضاء الجماهير، فامر طبيعي ان الفريقين هيبقوا نازلين عندهم نفس الحافز انه يلعب عليه. هيبقى في قلق عند جمهور الزمالك، عند لعيبه الزمالك امر طبيعي، لانه مش عايز يبقى خارج من المباراه بخساره كبيره، مش عايز يبقى خارج حتى الخساره بفارق كبير. فبالتالي يعني تخلي اللعيبه فيها حاله غضب من الجماهير بشكل كبير جدا، فتاثر عليهم مستقبلا، خصوصا ان عدد اللعيبه الدوليين في الفرقتين. مباراه ما بين الاهلي والزمالك من غير جمهور، وباذن الله من الموسم الجاي بقى نشوف جمهور بشكل طبيعي في كل المباريات. مباراه ما بين الاهلي والزمالك من غير جمهور، وباذن الله من الموسم الجاي بقى نشوف جمهور بشكل طبيعي في كل المباريات، كمان في مباراه الاهلي والزمالك.
باذن الله الدوري هيبقى بجمهور ان شاء الله، ومباراه الاهلي والزمالك هيبقى فيها جمهور. يعني بعد نجاح تجربه تذكرتي في كاس الامم الافريقيه اعتقد ان احنا اصبح عندنا داتا كويسه جدا، واصبح عندنا سيستم كويس جدا انك انت تقدر تدخل جمهور في اي وقت، خصوصا ان بقى عندك عقيدة بيانات كل من هو موجود في داخل المدرجات، فامر طبيعي ان شاء الله ان الدوري الجديد يبدا بجمهور ان شاء الله، مباراه الاهلي والزمالك ايضا بجمهور، ونعود تاني للاستمتاع بالمباريات بحضور الجمهور، لان هي المتعه الحقيقيه، لان مفيش مسرح بدون الجمهور، فبالك بقى ملعب كره القدم بدون جمهور ده فاهم كتير جدا ان احنا ان الكوره عندنا تتراجع شويه، لكن ان شاء الله عندي ثقه كبيره وامل ان الموسم الجديد هيبقى مختلف تماما سواء على الدوري او الدربيات الخاصه بين الاهلي والزمالك. النتيجه يا استاذ لطفي توقعاتك ليها ايه النهارده؟ والله النتيجه صعب النتيجه صعب لسبب لكن المعطيات الحوافز كتير عند الفريقين، لكن الفريق الاكثر ثباتا عنده ثبات انفعالي هو اللي هيبقى راكب المباراه ان شاء الله. نتمنى الاهلي هو اللي يكون اكثر ثباتا في مباراه اليوم. يا استاذ لطفي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، يا استاذ لطفي السقعان الناقد الرياضي الكبير. نرجع نتناول الاخبار في الصحف النهارده ونروح لليوم السابع. اليوم السابع من عندكم انتوا قالوا الاحمر يهزم الزمالك بسبعيه نظيفه في مواجهات يوليو. 11 مواجهه كانت ما بين الاهلي والزمالك في شهر يوليو، النادي الاهلي ما تعرضش للهزيمه اطلاقا على حسب الاحصائيه، فاز في سبعه وتعادل في أربعة. هل ده ممكن يكون مؤشر؟ هو ده يمكن تناول مختلف شوية تناولناه النهاردة في اليوم السابع بخصوص المواجهات ما بين الفريقين في شهر يوليو، ودي يمكن الناس بعض الناس في الجماهير يعني سواء في الأهلي أو الزمالك أو بعض الجماهير الأخرى بتاخد بنظرية التفاؤل في الأشهر أو في الأيام اللي هي الخاصة يعني. فأعتقد أن مواجهات يوليو النادي الأهلي هو اللي عنده الميزة فيها وعنده اللي هو التفوق زي ما حضرتك قلت، لكن هي مش المؤشر يعني، طبيعي جدا ممكن ان يكون في حاجه زي كده، ولكن كل مباراه ليها ظروفها. ويمكن انت حضرتك لما سالت استاذ لطفي السعان بخصوص النتيجه طبعا صعب توقعها، مباراة الأهلي والزمالك دي مش مباراة زي الزمالك والجونة أو الأهلي والمقاولين، مع احترامنا كل الأندية طبعاً. ولكن هي مباراة ما فيهاش نوع من المعايير وما فيهاش نوع من المقاييس، وصعب جدا التكهن بيها يعني حسب ظروف المباراة، حسب ظرف كل يعني الجانب النفسي لكل لاعب في 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 هذه المباراة، هي دي اللي بتفرق يعني. محدش كان ابدا يتوقع ان النادي الاهلي يكسب نادي الزمالك 6-1 في المباراه طبعا لكن هي ظروف المباراه ادت لده وكانت النتيجه كده. لكن مباريات شهر يوليو اعتقد ان النادي الاهلي هو متفوق فيها، نتمنى المباراه تخرج بشكل كويس، يكون الظروف حلوه ان شاء الله وتؤدي لفوز النادي الاهلي بشكل مميز ونتيجه مميزه. نروح للمسا، المسا بتقول ايه؟ بتقول ان الاحمر في القمه بالقوه الضاربه، فتحي وصالح جمعه في دائره الاهتمام والمدير الفني يحذر من ضياع فرحه اللقب. عايز اتكلم بالتحديد عن القوه الضاربه للنادي الاهلي، وهل القوه الضاربه دي اللي كانت متواجده في مباراه المقاولون، ولا النادي الاهلي عنده اوراق اقوى من كده كمان ممكن يستغلها في مباراه اليوم امام الزمالك، وبالتحديد زي ما قالت المسا كده فيما يتعلق باحمد فتحي وصالح جمعه اللي تالق بشكل ملفت عقب نزوله في مباراه المقاولين، وجهه نظرك؟ لا، هو النادي الاهلي يمكن انا كنت موجود مع حضرتك في كذا لقاء يعني كنا بنتكلم على ان في معاناه من الاصابات ومعاناه من الغيابات في كتير من المواقف يعني اكثرها في بطوله افريقيا. الحقيقه النادي الاهلي والجهاز الفني المره دي عنده يعني حظ كويس قوي ان جميع اللاعبين في وفر في اللاعبين طبعا جميع اللاعبين جاهزين الحمد لله، يعني ما فيش اصابات الحمد لله، الامور كلها جيده بالنسبه للعيبه على المستوى النفسي على المستوى المعنوي كل الامور ما فيهاش ادنى مشكله. فبالتالي هو في حيره جدا. المباراه اللي فاتت يمكن بدا بوليد سليمان وبدا ب حسين شحات ورمضان صبحي في الجزء الهجومي ومعاهم وليد ازارو بره، كمان عنده
ما شاء الله من اللاعبين. صالح جمعه، في صالح جمعه طبعا، في في كمان مروان محسن، مروان محسن في الهجوم. اعتقد برضو ان الجزء بتاع الخاص بالدفاع، بالدفاع طبعا في ياسر ابراهيم اعتقد يعني عنده من اللاعبين يعني المتميزين اللي يقدر يستعين بيهم في اي وقت. زمان او في فترات قبل كده النادي الاهلي ما كانش عنده الميزه دي، ما كانش عنده الرفاهيه دي بسبب الاصابات. لكن الحمد لله الامور دلوقتي بقت مستقره، خصوصا كمان ان في لاعبين كمان راجعين، يعني في لعيبه كمان راجعه زي محمد محمود، وفي لعيبه طبعا كريم ندفت وسعد سمير وشريف اكرامي ومن زكريا وشريف اكرامي، يعني كل المجموعه اللي هي اللي كان من النادي الاهلي يعتمد عليها اعتقد ان هم عنده وفره فيها جيده جدا. فالنهارده القوه الضربه، لا فعلا النادي الاهلي عنده قوه ضربه، سواء في ال11 اللي هيبداوا او في الاوراق اللي يعني هيستعين بيها في المباراه حسب رؤيه الجهاز الفني. طبعا. محمد هاني مثلا على الجبهه اليمنى ما عندوش لعيب مشكله، جامد قوي. طبعا محمد هاني من اللعيبه المهمه جدا يعني. واعتقد ان مستقبله جوه النادي الاهلي وجوه منتخب مصر هيبقى حاجه تانية جدا طبعاً. في الفتره اللي جايه ان شاء الله. وانا على مستوى شخصي اتمنى ان يكون في عرض، اعتقد ان في عروض احتراف بالنسبه لمحمد هاني، يا ريت النادي الاهلي يوافق لان هيبقى يفيدنا جدا كتير قوي. ده تبقى المعلومات عندك انت يعني، في عروض لمحمد هاني. موافقه النادي الاهلي دي متروكه لمجلس الاداره والمسؤولين عن الكره، هم يعني هم اللي عندهم الحق في اعطاء موافقه او الرفض على طبعاً. رحيل محمد هاني على حسب مصلحه فريق النادي الاهلي اكيد، واكيد برضو مصلحه اللاعب النادي الاهلي بيبحث عنها بكل تاكيد يعني. حتة أحمد فتحي، هل ممكن النادي الأهلي النهاردة يستعين بخبرات أحمد فتحي وقدراته طبعا الكبيرة في المباراة، حتى لو مش هيلعب باك رايت مكان محمد هاني في نص الملعب مثلا، ولا صعب في ظل تألق حمدي فتحي وعمرو السولية والثنائي ناجح مع بعض يعني؟ اعتقادي الشخصي ان مستر لاسارتي مش هيغير حاجه خالص في مش هيغير التشكيل، ولا حتى صالح جمعه بعد ما نزل مكان وليد سليمان المره اللي فاتت. لا ما اعتقدش ان صالح هو اللي يبدا يعني، ما اعتقدش ان صالح يبقى ورقه ممكن يستخدمها. انا يعني من خلال متابعتنا لمستر لاسارتي هو بيحاول ان هو يجرب حاجه معينه وما بتمشي بيجربها تاني يعني. فاعتقد ان التشكيل اللي بدا بيه مباراه المقاولين او اللي لعب بيه مباراه المقاولين هو ده اللي هيبقى تشكيل مباراه النهارده، الا اذا كان في حاجه حصلت في التدريبات امس او اي خطه في دماغه عايز يغيرها. لكن انا في اعتقادي ان هو هيبدا بالتشكيل اللي هو بدا بيه، سواء محمد هاني زي ما حضرتك بتسال او وليد سليمان. محمد هاني لعيب مهم جدا دلوقتي، لعيب عنده من السرعات وعنده من الخبرات اللي هو اكتسبها، عنده من الحلول، وعنده من الحلول طبعا زي ما انت قلت. وفي نفس الوقت بيقوم بالدور الدفاعي والهجومي على مستوى ثابت. فبالتالي الخيار عند الجهاز الفني بالنسبه لمحمد هاني افضل. احمد فتحي طبعا هو كان راجع من فتره اصابه وفتره طبعا عدم اتزان وغضب من عدم مشاركته في افريقيا، فبالتالي كل الامور دي اثرت شويه على احمد فتحي. احمد فتحي طبعا لعيب كبير، لعيب انا بعتبره من افضل اللاعبين على مستوى يعني في مستوى الكره المصريه كلها. لعيب عنده مميزات مش موجوده عند لعيبه كتيره جدا سواء داخل مصر او خارج مصر. فلكن انا اعتقد ان محمد هاني هو اللي ممكن يبدا يعني. طيب خلينا ناخد خبر كمان، بس قبل ما ناخد الخبر ده، في خبر دلوقتي من اتحاد الكره ان اتحاد الكره يستقر على منع الحكام الاجانب في الموسم المقبل، ده من اليوم السابع على فكره خبر ان ما فيش حكام اجانب في الموسم المقبل. هو مين في اتحاد الكره دلوقتي اصلا بياخد القرار؟ هو المفترض ان طبعا الاستاذ ثروت سويلم هو المسؤول عن اتحاد الكره، ومع الساده المديرين اللجان يعني او مديرين اللجان لجنه المسابقات واللجنه القانونيه، هم دول المسؤولين يعني. لكن فكره منع الحكام الاجانب يا ريت يعني، احنا نتمنى حاجه زي كده. نتمنى ندي فرصه للحكم المصري. الحكم المصري لما بيظهر في المباريات الخارجيه بيظهر على اعلى مستوى، ويمكن كل الناس اتكلمت على جهاد جريشه في نهائي في الكونفدراليه في بطوله افريقيا، واتكلموا برده عن طارق عامر اللي هو الحكم من الحكام الكويسين قوي طبعا. فاعتقد ان يا ريت يكون القرار رسمي يعني. سريعا قبل ما نختم بسرعه، توقعات جمهور النادي الاهلي والجماهير بشكل عام على صفحات قناه الاهلي المختلفه، خلينا نبتدي بفيسبوك. توقعاتهم لهذه المباراه، احمد نجيب قال ان شاء الله الاهلي يفوز 2-1، كمان المتر جابر قال 4-1 للاهلي ان شاء الله، حسام عبد العزيز قال 2-0 للاهلي، محمد الحديدي قال 4-1 للنادي الاهلي، كمان محمد صابر قال مساء الخير عليك يا امير، مساء الفل عليك يا محمد، ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0.
تمام. ابراهيم محمد قال ان شاء الله 2-0 النادي الاهلي. نروح تويتر سريعا. تويتر قالوا دانا قالت 2-0 النادي الاهلي. احمد حسن قال 3-1 للاهلي ازارو معلول ورمضان. وروان قالت 4-0 النادي الاهلي. نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في مباراه اليوم، مباراه القمه امام نادي الزمالك. يا استاذ رامي انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا جدا. شكرا. طبعا كان ضيفنا في حلقه النهارده من كلام في الميديا هذه الحلقه الخاصه جدا استاذ رامي عبد الحميد رئيس القسم الرياضي باليوم السابع. اتكلمنا بشكل مفصل عن العناوين وابرزها في المواقع وفي الصحف وفي الصحف يعني بالتحديد. قبل ما اختم ان شاء الله اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ويفوز في القمه 118 عشان تكتمل فرحه جمهور النادي الاهلي من خلال مباراه اليوم. دي كانت حلقتنا الخاصه جدا جدا من كلام في الميديا. انتظرونا وحلقه جديده ان شاء الله غدا نكون بنبارك فيها للنادي الاهلي. الى اللقاء.